يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا شكرا احبائي شكرا. إذن احبائي مرحبا بكم في حصتكم المفضله مع عمو يزيد في هذا الموسم الخامس، هذه خامس سنه يا احبائي. إذن هذه ثاني حصه في هذا الموسم الجميل، خمس سنوات من المتعه معكم. على بالكم باللي يا احبائي عمو يزيد يحب الاطفال اللي يقراوا مليح يا اخي، على بالكم. إذن احنا في هذه الفتره، هذه الدخول المدرسي، لازم الاطفال كامل يتحلوا بالجد والمثابرة يا أخي أحبائي. على بالكم باللي في الدراسة لازم الإنسان يعرف يوزع وقته بين الجد واللهو يا أخي، لأنه الدراسة وتحضير الامتحانات مشي في آخر لحظة فقط، لازم الإنسان يحضر نفسه طيلة السنة. إذن أحبائي في هذا الدخول المدرسي نتمنى لكم دخول مدرسي موفق لكم وكل الأطفال اللي يشوفوا فينا، وكذلك الأطفال اللي يحبوا يشاركوا في الحضور كما أنتم، ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يجيبكم كامل اللي عنده. في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم جدا، هو يوم أول محرم. شكون اللي يقدر يقول لي لماذا يرمز أول محرم؟ هو بداية ماذا؟ بداية تعالي بنتي أرواحي أرواحي بنتي أرواحي منا. واسمك بنتي؟ ملك. دوري الكاميرا ملك. شحال في عمرك ملك؟ 10 سنين. 10 سنين، وين تسكني؟ في سطوالي. في سطوالي. إذن أول محرم هو بداية السنة الهجرية. السنة الهجرية، برافو 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 بنتي، برافو. أحبائي عبالكم اللي أول محرم هو بداية السنة الهجرية. نهضر معكم شوية، تعالي بنتي روحي روحي قدامي الشاطرة العروسة. واسمك بنتي؟ شهيناز. شهيناز، وين تسكني شهيناز؟ في وهران. في وهران الباهية، الله يبارك، وهران جميلة. العطلة كانت جميلة بالبحر وكامل، تحبوا البحر؟ نعم. إذن شحال في عمرك بنتي؟ غادي نقفل 9 سنين. تسع سنين، الله يبارك، شاطرة في الدراسة. هيا برافو برافو، جيتوا من وهران؟ نعم. شحال عندك من اللي سجلتي بنتي؟ شحال عندك من اللي سجلتي في موقع الإنترنت؟ ما عندكش بزاف؟ كي عيطنا لكم فرحتوا؟ نعم. الله يبارك، تفضلي بنتي تفضلي، تعال وليدي روح، أروح وليدي، تعال، أروح قدامي. واسمك وليدي؟ أنس. أنس، وين تكون أنس؟ الجلفة. في الجلفة، ولاد نايل، الله يبارك الله يبارك، مدينة الجلفة الجميلة، تسلم لي عليهم كامل. شحال جبت معدل وليدي؟ 9.11. برافو برافو برافو، فرحان لي راك أنا وليدي. إيه. الله يبارك، تفضل تفضل قعد في مكانك، تعالي بنتي أروحي. أروحي، واسمك بنتي الشاطرة؟ شيماء. شيماء، وين تسكني شيماء؟ تيزي وزو. في تيزي وزو، القبائل الكبرى، الله يبارك، تسلمي لي عليهم كامل. لا؟ نعم. شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 8.5. الله يبارك، قعدي بنتي قعدي قعدي. شكرا شكرا شكرا. أحبائي عندكم فكرة شكون أول الخلفاء اللي بدا بالتقويم الهجري؟ تعال تعال. أول الخلفاء اللي تعال اوقف هنا، واسمك وليدي؟ اسماعيل. اسماعيل، شحال في عمرك اسماعيل؟ 11 سنة. 11 سنة، وين تسكن؟ في قليعة. في قليعة، المدينة جميلة قليعة. إذا وليدي من هو أول خلفاء اللي بدأ بالتقويم الهجري؟ صحابي عمر بن الخطاب. بالضبط، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برافو برافو وليدي، برافو برافو. عبالكم في أي سنة بدينا نحسبوا بالتقويم الهجري؟ على بالك ثاني، تعال وليدي تعال، شاطر 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 شاطر. أروح وليدي. في أي سنة؟ في سنة 13 من الهجرة. لا 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 لا، السنة شكون يعرف؟ تعال
السنة. تعال وليدي، واسمك وليدي؟ يعقوب. يعقوب، شحال في عمرك؟ 10 سنين. وين تسكن؟ في بنمسوس. بنمسوس، في أي سنة بدينا؟ 3 هجري. لا ماشي 3 هجري. تعالي بنتي، أروحي بنتي، واسمك بنتي؟ ريحاب. ريحاب، شحال في عمرك ريحاب؟ 10 سنين. 10 سنين، وين تسكني بنتي؟ نسكن في مستغانم. مستغانم، مدينة جميلة، السواحل الجميلة، الله يبارك بنتي، تسلمين عليهم كامل. في أي سنة بدينا التقويم الهجري؟ 8 هجري. لا ماشي 8 هجري، لا 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 لا. تعالي بنتي، أروحي. أروحي بنتي قدامي منا. واسمك بنتي؟ أمينة. أمينة، وين تسكني أمينة؟ خميس خشنة. خميس الخشنة، ولاية؟ خميس الخشنة، ولاية بومرداس. ولاية بومرداس، برافو، شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي المعدل؟ 8. 8، الله يبارك، شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. 10 سنوات، وقتاش بدا التقويم الهجري؟ 17. 17؟ للهجرة. للهجرة، برافو برافو برافو. إذا أحبائي، بدأ التقويم الهجري أول مرة في أول محرم 17 سنة بعد الهجرة يا أخي، وكان في وقت الصحابي كما قالنا أنس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أحبائي، في بداية كل حصة على بالكم بلي نستقبلوا باريدكم الجميل اللي تبعته لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي يجيبه لنا؟ ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا سهيب. تفضل سهيب، تعال وليدي تعال. مساء الخير يا أطفال، مساء الخير عم بيجيب. مرحبا 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 وليدي، مرحبا. إذا سهيب، وش راك وليدي، لاباس؟ لاباس. جبت لنا بريد الأطفال؟ نعم. أنتم متى ياكلوا تسناو في البريد؟ يلا اذا نضعوا في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم يا احبائي الاطفال. وانتم الى حبيتوا ترسلونا باش نقراو البريد تاعكم، عندكم واش ديروا؟ عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا 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 سهيب. باي 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 وليدي، باي 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 باي. اذا تحبوا الالغاز؟ نعم. تحبوا الهدايا؟ نعم. الهدايا، شكون يحب الهدايا في ديدو؟ برافو برافو، ما مع مو يزيد يحب الهدايا. اذا سؤال اليوم يقول، سؤال دوك انتم تقولوا لي لا صعيب ولا سهل. عبالكم احبائي، القران الكريم بما اننا في هذا الشهر اول محرم، شهر هجره خير الانام، حبينا نطرح عليكم هذا السؤال عنده علاقه بالقران الكريم. ما هي اخر سوره انزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي آخر سورة أنزلت في القرآن؟ إذا فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يفكروا ويجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. أحبائي، بما أننا في هذه الفترة أول محرم، بداية التقويم الهجري، حبينا نتعرفوا على شخصية إسلامية اللي هي مصعب بن عمير رضي الله عنه مع آية بالعيد. إذا تفضلي آية بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي، عطونا تحية الآية. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا أحبائي. مرحبا. اليوم سنتعرف على شخصية جديدة وهي مصعب بن عمير. أبو عبد الله مصعب بن عمير صحابي من السباقين إلى الإسلام، ومبعوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام في يثرب بعد بيعة العقبة الأولى، وحامل لواء المهاجرين في غزوتي بدر وأحد. ولد مصعب بن عمير في 42 قبل الهجرة. نشأ في مكة شابا يرتدي أحسن الثياب ويتعطر بأفضل العطور، رقيق البشرة حسن اللمة. إلا أنه ما أن بلغت الدعوة إلى الإسلام حتى أسلم سرا في دار الأرقم خوفا من أمه ومن قومه، فكان من السباقين إلى الإسلام. بقى مصعب على تلك الحالة إلى أن أبصره عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر قومه فأخذوه وحبسوه، إلى أن هاجر إلى الحبشة ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا.
ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بعد عودته مع الأنصار 12 الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. من أسلم العقبة الأولى ليعلم من أسلم من أهل يثرب القرآن ويدعو للإسلام ويصلي بهم، وهو بذلك أول من هاجر إلى يثرب من المسلمين. ولم يكن لمصعب سوى زوجة واحدة، وله منها ابنة واحدة اسمها زينب. شهد مصعب مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة أحد، وكان فيهما حاملا لواء المهاجرين، وقد قتل في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة. استشهد مصعب عن عمر يناهز حوالي 45 سنة، وهو يضم اللواء بعضديه إلى صدره. برافو 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 آية، برافو آية، برافو آية. إذن شكرا شكرا بنتي، شكرا. مصعب بن عمير هو أول صحابي يهاجر ليثرب، ليرجعت من بعد المدينة المنورة. إذن هو صحابي جليل. أحبائي، مليح أننا في كل في هذه الفترة هذه وفي كل المناسبات الدينية والمناسبات دائما نذكروا هذا الناس، ودائما لازم نعرفوا التاريخ نتاعنا يا أخي أحبائي. إذن مصعب بن عمير أول صحابي هاجر إلى يثرب لأصبحت المدينة المنورة، رحمه الله ورحمها كاع الناس اللي نصروا الإسلام ونصروا الأمة الإسلامية. واش رايكم أحبائي، مادام رانا في الفترة تاع الدخول المدرسي، نغنوا مع بعض أغنية جميلة لعمو يزيد نقول فيها: صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. يلا تغنوا كامل معايا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا
زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب. برافو 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 احبائي، برافو برافو برافو. ارجو لاماكنكم. احبائي تحبوا العاب الخفاء؟ اذا رايحين مع بعض دركا نكتشفوا العاب الخفاء مع عمو مراد اللي جانا من مدينه الورود مدينه البليده. تفضل عمو مراد، اعطونا تحية لعمو مراد. Thank you.
هي العام المبارك. شكرا شكرا. برافو 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 برافو. شكرا شكرا. اذا شكرا لعم مراد على هذه الالعاب الخفه الجميله بهذه المناسبه اللي هي مناسبه اول محرم وبدايه التقويم الهجري لسنه 1441 احبائي. اذا احبائي بما اننا في الموسم الخامس، هذه ثاني حصه في الموسم الخامس، خمس سنوات من المتعه معكم. كنا اضفنا في الموسم الماضي فقرة هل تعلم، تحبوها؟ تحبوا المعلومات؟ إذا دركا راح نروحوا نكتشفوا معلومة مع ياسمين في فقرة هل تعلم؟ أعطونا تحية لياسمين. تفضلي بالفي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن الكعبة هي أول البيوت التي شيدت في الأرض؟ برافو 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 ياسمين، برافو برافو بنتي برافو. أحبائي معلومة جميلة، الكعبة هي أول البيوت التي شيدت على وجه الأرض، لأن الملائكة هم اللي بنوها في أول وهلة أحبائي. إذا كان أول بيت شيد على سطح الأرض. إذا بما أننا في هذا الموسم الخامس، هذه المتعة الجميلة وكامل، أنا دائما دائما نحب نحكي لكم حكاية. تحبوا الحكايات؟ إذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية إن الله يرانا أينما كنا. يلا معي. إذا أحبائي كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية إن الله يرانا أينما كنا. هذه الحكاية جميلة، وإحنا في هذه المناسبة الدينية اللي هي أول محرم، 1 محرم 1441 بداية التقويم الهجري، هجرة خير الأنام. وكنا تكلمنا مقبلة على مصعب بن عمير أول المهاجرين ليثرب. هذه الحكاية واحد النهار واحد الأم عندها 3 أولاد حبت تشوف الذكاء تاعهم. كل واحد عطاته تفاحة وكل واحد قالت له روح كلها في مكان وين واحد ما يشوفك، تخبى وكلها. الطفل الكبير تاعها راح خذا هذيك التفاحة وطلع لفوق الدار تخبى هكذا وكلاها. والطفل الصغير وليدها الصغير كامل ثاني خذا التفاحة وراح تخبى مور الدار هكذا وكلها. قال انا واحد بيشوفني هنا ناكلها. ومن بعد هذاك الطفل الثالث ما كلهاش، خلاها عنده. الحشيه كامل قعدتهم على الطابله هكذا باش يتعشى وسقساتهم، قالت لهم واش يا ولادي كليتوا التفاحه ديالكم في البلاصه اللي واحد ما يشوفكم؟ وليدها الكبير وليدها الصغير كامل قالوا لها ايه يما كليناها واحد ما شافنا. هذاك وليدها المتوسط اللي في الوسط بيناتهم قال لها يما انا ما قدرتش ناكلها. قالت له علاش ما كليتهاش يا وليدي؟ قال لها يما بصح ما كانش بلاصه ربي ما يشوفنيش فيها. فقلت له باللي ذكي، فقلت له باللي ذكي هذاك الطفل، فاق باللي ما كانش مكان وين ربي ما يشوفكش. دوك الانسان لازم يرد باله لانه الله دائما يشوفنا. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من حكاية اليوم يا أبناء أن الله سبحانه وتعالى دائما معنا ويرانا. برافو برافو بوبي، برافو 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 برافو. إذا يا أحبائي الإنسان دائما يدير في باله باللي مهما يكون وحده الله دائما موجود سبحانه وتعالى. إذا الإنسان إما في السيئات أو في الحسنات لما يجي يدير الخير وكامل يدير في باله باللي ربي سبحانه راه يشوف، وكيجي يدير اي منكر ولا اي سيئه يعرف باللي ربي سبحانه راهو هنا. كل ما وضعنا الله في قلوبنا كل ما كان سلوكنا حسن. يا اخي احبائي يلا معايا ارجعوا لاماكنكم. اذا احبائي كما قلت لكم مقبله، الانسان المخلص والانسان المؤمن والانسان الطيب هو اللي دائما يعرف باللي ربي موجود في كل مكان. اذا الانسان لما يدير باللي كان ربي سبحانه يشوف فيه رايح يكون السلوك تاعو متغير. يا اخي ما يقولش انايا واحد ما يشوف فيا نقدر ندير واش نحب، لا لا يا اخي احبائي. لحقنا دركا لواحد الركن جميل هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله، تعالي بنتي اروحي تعالي. واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات، وين تسكني بنتي؟ ولاية تيزي وزو. ولاية تيزي وزول جميلة، تسلمي عليهم كامل كي تروحي؟ نعم. راكي لابسة هاد الحلية القبائلية الجميلة، علاش ما جبتيليش وحدة؟ أنا تاني نعطيها لبنتي ولا؟
الله يبارك بنتي. اذا بنتي احكي لي نكتتك. واحد الخطرة واحد الراجل راح مع زوج صحابه باش يسرقوا زوج دلاعات. ابري قال له هذاك الاول عطي لي دلاعه وانتم تقسموا زوج، وهذاك الثاني والثالث قالوا له لا لا حنا ندو وحده وانت نعطولك. قال لهم ايه انتم ندو وحده واعطوا لي نص نص. برافو برافو برافو. تعالي بنتي اروحي، تعالي اروحي اقعدي هنا. ما اسمك بنتي؟ ميلينا. ميلينا وين تسكني ميلينا؟ نسكن في البويرة. في البويرة خيار الناس. الله يبارك بنتي الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنوات. احكي لي نكتتك. قال لك واحد قال لي ما قال لها افرحي، قالت له علاش؟ قال لها شريت شارجر. قالت له منين جبت الدراهم؟ قال لها بعت التليفون. بعت التليفون شارجر. تعالي بنتي اروحي اروحي. تعالي بنتي اقعدي هنا. واسمك الشاطرة؟ أمينة. أمينة، شحال في عمرك أمينة؟ 10 سنوات. شحال؟ 10 سنوات. 10 سنوات، وين تسكني بنتي؟ سكنت في خميس خشنة. خميس الخشنة، ولاية؟ ولاية بومرداس. بومرداس الجميلة. إذا بنتي احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد 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 القط عطى عطى القماش باش يخيط، باش عطاه الفأ باش يخيط له يخيط له غيط له فيستا. من بعد هذاك الفأر عجبوه هذاك القماش، كان حرير وعجبوه. من بعد كان كل يوم ياكل قطعه ياكل قطعه ياكل قطعه. من بعد ذاك القط جا عنده قال له خيط لي فيستا تاعي واجده، خلى له قطعه صغيره قال له انا خيطتها لك. برافو 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 برافو. احبائي الحقنا دركا الركن الرسائل، وين عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم اللي جابهم لنا صهيب وبعثتهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. اذا فيفي راح تروح تجيب لنا الرسائل تاعكم يا اطفال، وانتم باش ترسلونا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا. ما على بالكم واش ديروا؟ تروحوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات، ولا تروحوا على تطبيق عمو يزيد لابليكاسيون على البلاي ستور عمو يزيد. شكرا شكرا فيفي، الله يخليك الله يخليك. اذا تحيه لفيفي، تحيه شكرا شكرا. إذن الرسالة الأولى، خليف نصر الدين، هذا الاسم العائلي خليف نصر الدين أماني، 13 سنة، مدينة سكيكدا. قالت لك عمو يزيد أنا أماني من قسنطينة، أنا أحب حصتك كثيرا وأحب فقرة الألغاز. برافو برافو بنتي، برافو أماني. إذن أماني من سكيكدا، شكرا على المراسلة. الرسالة الموالية، مخناش ندى، 12 سنة، مدينة مشرية، ولاية النعامة الجميلة. قالت لك مرحبا عمو يزيد، أختي الصغيرة وصال تحب برنامجك كثيرا وتتابعه دائما وتتمنى المشاركة فيه. إلى اللقاء. إذا مخناش ندى أختك الصغيرة وصال من مشرية ولاية النعامة، شكرا على المراسلة، وإن شاء الله نزوركم في حفل كبير في ولاية النعامة ولا نستضيفكم هنا في الحصة، مرحبا بكم. الرسالة الموالية، فلاق بتول، 3 سنوات، مدينة واد الفضة، ولاية شلف. ألاحظ أن أغلبية المشاركين في الحصة من 5 سنوات فما فوق، فأرجو منكم أخذ الأطفال أقل سنا بعين الاعتبار. ابنتي 3 سنوات تجيد الكلام جيدا، وهي من أشد المعجبين بالحصة، فياريت يا عمو يزيد تستقبلوها. شكرا لكم على كل مجهوداتكم. إذا بتول فلاق 3 سنوات راح نستضيفوك من واد الفضة. حقيقة مع الأول عمو يزيد كان يستضيف برك الأطفال أكثر من 5 سنوات، ولكن بعد راكم تشوفوا فتحنا الأبواب للأطفال تاني الصغار، 2 سنين 3 سنوات، تاني هما أصدقاء عمو يزيد. معليش مرحبا بهم، يلعبوا ويقدروا يمشوا كامل يا أخي. أكون فرحانين لكم هنا. تعالي تعالي أروحوا قولوا لنا. أروحي بنتي أروحي أروحي. قبل ما نكمل الرسائل، واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين ياسمين، شحال في عمرك ياسمين؟ 4 سنين. 4 سنين. وانتي واسمك؟ بتول. بتول، شحال في عمرك بتول؟ 4 سنين. 4 سنين. الله يبارك. يروحوا تقعدوا تلعبوا، كملوا تلعبوا. إذن شكرا على الملاحظة، وإحنا ماذا بنا نستضيفوا كاع الأطفال، وهذه إن شاء الله يكون متنفس لنا إحنا تاني معكم يا أطفال. الرسالة الموالية،
زعبات هارون بدر الدين، 5 سنوات، مدينة الحراش، ولاية الجزائر. يا سلام. أنا أحبك يا عم يزيد، أريد المشاركة في الحصة ورؤيتك لأنني مشتاق إليك. شكرا وليدي زعبات هارون بدر الدين، 5 سنوات من الحراش. عم يزيد تاني يحبك يحبك يحبك. إذن بدحمان سليمان، 35 سنة، أصدقاء عم يزيد تاني كبار. هذا من عين صالح، ولاية تمن راست الجميلة. قال لك: عم يزيد، نشكرك على حصتك، على حصة البراءة والطفولة. أنا نور لياسمين وأختي الصغرى عائشة ماريا، أرسل تحياتي الحارة لكم من عين صالح أقصى الجنوب أقصى جنوب الصحراء، وأتمنى منكم دعوتي أنا وأختي الصغرى للمشاركة في الحصة، علما أنني أملك موهبة. أختي 3 سنوات وأنا 5 سنوات، عندها موهبة في الرياضة القتالية، يعني الكونغ فونغ. الله يبارك. إذن 5 سنوات وأختها 3 سنوات، مرحبا بك. إذن نور ياسمين وعائشة، عائشة ماريا من عين صالح، إن شاء الله تشرفونا في هذه الحصة الجميلة. إذن عمو يزيد دائما يتشرف بهذه الرسائل الجميلة. أحبائي، وصلنا دركا ركن الجواب عن اللغز. هو سؤال في الحقيقة، شكون اللي يعرف؟ السؤال قال: ما هي آخر سورة أنزلت في القرآن الكريم؟ أنزلت، شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعرف؟ تعالي بنتي، أرواحي. واسمك بنتي؟ اسمي هبة. واسمك؟ هبة. الله يبارك بنتي، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. وين تسكني؟ في مستغانم. مستغانم الجميلة. ما هي آخر سورة أنزلت في القرآن؟ آخر سورة أنزلت في القرآن هي سورة البقرة. لا 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 لا، تفضلي بنتي، ما هي سورة البقرة؟ تعالي عاودي ذكريهم باسمك. سموني، اسمي هو رحاب. آخر سورة أنزلت في القرآن هي سورة الفاتحة. لا 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 لا، تعالي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ ابتهال. ابتهال، ما هي آخر سورة أنزلت في القرآن؟ آخر سورة التي أنزلت في القرآن هي سورة الشمس. لا 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 لا، تعال ولدي تعال. واسمك ولدي؟ يعقوب. يعقوب، وين تسكن يعقوب؟ في بني مسوس. بني مسوس، ما هي آخر سورة أنزلت في القرآن؟ آخر سورة أنزلت في القرآن هي سورة الفلق. لا 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 لا، ماشي الفلق، ليست بسورة الفلق. تعالي بنتي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ أماني. أماني، وين تسكني أماني؟ قصر بخاري. قصر بخاري، ولاية المدية. يا سلام، جميل. عبركم ولاية المدية فيها مناطق خلابة جميلة جميلة جدا. عبرك عمو يزيد زار مدينة قصر بخاري ووعدهم بلي عاود يزورهم إن شاء الله يا أخي. إذن بنتي شحال في عمرك؟ 10 سنوات. شحال جبتي المعدل؟ 9.14. الله يبارك، 9.14. ما هي آخر سورة أنزلت في القرآن؟ سورة النصر. سورة النصر أحبائي، برافو 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 برافو. تعرفوها سورة النصر يا أخي؟ نعم. شكون اللي حفظها؟ قعدي معايا بنتي، قعدي معايا. حفظتها؟ ماشي حفظتها، قعدي معايا. شكون اللي حفظ سورة النصر؟ تعال حفظها؟ حفظ سورة النصر؟ تعال تعال وليدي قعد معايا. واسمك؟ أنس. أنس، شحال في عمرك أنس؟ 8 سنوات. 8 سنوات، قلنا سورة النصر بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. برافو 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 ولدي، برافو برافو برافو. إذن أحبائي، سورة النصر هي آخر سورة أنزلت في القرآن، يعني ماهيش ماناش نتكلموا على الترتيب تاع المصحف، من بعد نتكلموا عليه. هي آخر سورة أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. شكرا 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 شكرا. إذا بنتي تروحي تسلمينا على كاع سكان مدينة قصر البخاري الجميلة وولاية المدية. إذا عمو يزيد وشركة شيبس مهبول يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي تفضلي. العفو 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 بنتي. أحبائي، على بالكم باللي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، وباش
تحتفلوا بعيد ميلادكم هنا ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على عنوان التالي 42 ألف صندوق بريد 42 ألف استوالي العاصمة 16062 الرمز البريدي. واليوم معنا الزائر قادة شاهيناز 10 سنوات جاتنا من مدينة وهران. تعالي تعالي شاهيناز بنتي تعالي. إذا شاهيناز راهي معنا تعالي بنتي. أكيد فرحانة لك هنا بنتي؟ برافو برافو. إذن شاهيناز حنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو تاعها. يلا التحقوا بيا نغنوا لها. تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهى نمرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا عمو يزيد يشعل لك شمعه بنتي شاهيناز، وانتم يا اطفال ما تمسوش كامل النار، الاولياء تاعكم والكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمعه يا اخي، ما تمسوش النار. اذا احبائي ديروا معايا العد التنازلي لشاهيناز. يلا اذا 9 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو طفي لنا الشمعة. برافو 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 برافو. أعطيني الشهادة تاعها. إذن بنتي شاهيناز هاي لك قادة شاهيناز، عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وأنتم كامل يا أطفال كل واحد فيكم راح ياخذ شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى يا أخي أحبائي. وكما وعدناك شاهيناز بنتي عمو يزيد أعطيه الهدية تاعها. عمو يزيد وشركة رامي يعطوك هدية عيد ميلادك كما وعدناك. فوالا بنتي هاد الهدية هذه إن شاء الله تستفادي بها. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل. هذه حصة من الموسم الخامس، 5 سنوات من المتعة معكم. إذا انتظرونا في نفس التوقيت على نفس القناة. نحبكم يا أحبائي الأطفال. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. لا انا
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. سجلنا في حصة عمو يزيد وراهم عيطونا السمانة اللي فاتت قالوا لنا بتجوزوا معنا في هذه الحصة واستقبلونا وحصة شابة ما شاء الله هذه الحصة ونطلب لكم التوفيق إن شاء الله ونشكر الطاقم الفني نشكر عمو يزيد وإن شاء الله المزيد من التألق شكرا عمو يزيد كعيتنا شكرا عمو يزيد ونحبك حبك عمو يزيد شكرا عمو يزيد ونشكرك ونشكرك لي قلت لنا ارواحونا فرحت كي جيت ونحبك عمو يزيد بارك الله فيك.